العالم ابن البيطار الجزء الثاني. برع ابن البيطار في وطنه الأندلس في علم النباتات والأعشاب، ورغم صغر سنه إلا أنه تفوق على كل العلماء هناك، بل وعلى أستاذه شخصيا. ولذا قرر أن يبدأ رحلة طويلة، فسافر إلى المغرب أقرب الدول إلى الأندلس ليتعرف على المزيد من أسرار علم النبات. مرحبا بك يا ابن البيطار بيننا. شكرا لك يا إبراهيم ولاستقبالك الكريم. هذا أقل ما يليق بعالم مثلك. لا تبالغ يا أخي، شهرتك كعالم نباتات قد تسبقك يا ابن البيطار، ويسبقها أيضا تواضعك وحسن أخلاقك. الحمد لله، أتمنى أن أكون على قدر هذا المدح. دعنا لا نضيع الوقت في المجاملات، أريد أن أتعرف إلى ما لم أتمكن من دراسته في الأندلس، فهل ساعدتني؟ يشرفني هذا بالطبع، ولهذا أحضرتك إلى هذا المكان. أترى هذه الشجرة؟ منظرها لفت انتباهي وكنت سأسألك عنها، أليست هذه هي شجرة الأركان؟ تعرفها إذن؟ قرأت عنها فقط وعن خصائصها وفوائدها، ولكن أريد أن تحدثني عنها باستفاضة أكبر وكأني لا أعرف شيئا عنها، ولا تترك معلومة تعرفها إلا وأخبرتني بها. حسنا، لا تنمو شجرة الأركان إلا في المغرب، وقد يصل عمر الشجرة الواحدة إلى 150 عاما، ويستخرج منها زيت له عدة استعمالات، فهو يساعد الأطفال على النمو مثلا، ولذا نضيفه إلى الطعام عندنا. أعرف أيضا أن النساء يستعملنه للزينة والتجميل، هل هذا صحيح؟ ما شاء الله، تعرف الكثير عن هذه الشجرة يا ابن البيطار، رغم أنك لم ترها من قبل. ولكنني قد رأيتها الآن، وليس من رأى كمن سمع يا أخي. أصبت، دعني أكمل لك إذن. كان ابن البيطار يسعى وراء المعرفة، ولذا لم يكتفي بزيارته إلى المغرب، بل انطلق منها إلى الجزائر. وهذه الشجرة تسمى عندنا بالطلح. يسمونها أحياناً بالسمر، هكذا أخبرني معلمي أبو العباس. أخبريني عن خصائص وفوائد هذه الشجرة. لكل جزء في هذه الشجرة فوائده. فساق الشجرة يستعمل يابساً في الطهي والتدفئة في الشتاء، ورائحته زكية وطيبة. أما الأوراق فتأكلها الماعز والإبل، وهي دواء للمعدة، ينزع الورق ويمضغ وهو أخضر ويبلع. وماذا عن الشوك؟ الشوك ينفع الإبل عندما تصاب بالأورام داخل الفم، مما يجعلها لا تأكل ولا تشرب، فحينما تأكل شوك الطلح يساعد ذلك في علاج تلك الأورام وشفاء الإبل. أعرف أيضاً أن هذا الشجر يستخرج منه نوع من العلك، ففيما يستخدم؟ يستخدم علك الطلح للسعال أو أمراض الفم، نذيبه في الماء والبعض يضعه في فمه حتى يذوب. في كل يوم أزداد انبهاراً بالطبيعة وإيماناً بالله جل وعلا الذي خلق كل هذا التنوع. ومن الجزائر انطلق ابن البيطار إلى تونس. حسناً، دعني أراجع معك. يستعمل زيت نبتة الزعتر في تونس لمعالجة العديد من الأمراض كأوجاع المفاصل ونزيف الأنف والصداع المزمن. صحيح، كما تستعملون زيت نبتة الشيح لمداواة السعال واضطرابات المعدة، بينما يستعمل الإكليل لمعالجة الإغماء
ومرض فقدان الذاكرة، وكنت قد أخبرتني باستعمال هذه النبتة المسماة بالعطرشية، وأذكر أنك قلت إنها تستخدم لتزيين الحدائق وتستعمل في الطعام، أليس كذلك؟ بلى، ولكنها مفيدة أيضاً لمداواة آلام الحنجرة إن تغرغر المريض بمستحلب أوراقها، وزيتها رائحته زكية وهو مهدئ للأعصاب، ويمكن الاستعانة بأوراقه لصناعة شراب يعالج المعدة. معلومات قيمة، شكراً لك. على الرحب والسعة أيها العالم. وانتهى الجزء الأول من رحلة البيطار بوصوله إلى مصر، حيث استقر هناك وقد حقق شهرة عظيمة كعالم نباتات يندر أن تجد مثله. مولاي الملك الكامل في انتظارك. مرحبا بعالمنا الكبير ابن البيطار. مرحبا بك يا مولاي الكامل. شرف لبلاط الدولة الأيوبية أن يستقبلك، وهناك شرف آخر نتمنى أن تمنحنا إياه يا ابن البيطار. ما أملك منحه لا أمنعه يا مولاي. ما أجمل ردودك وأعف لسانك يا ابن البيطار. حسنا، نتمنى أن تقيم معنا لفترة في مصر تكمل فيها أبحاثك ودراساتك، وفي الوقت نفسه تشغل منصبا لا نرى غيرك أحق به. أي منصب؟ رئيسا على العشابين والمهتمين بعلم النباتات. ولكن لا بد أن هناك من هو أقدم مني وأدرى بأعشاب مصر ونباتاتها ليشغل هذا المنصب يا مولاي. لولا أنني أخشى عليك من حسد الحاسدين ووشاية الوشاة لعقدت مناظرة بينك وبين كبار المهتمين بعلم النباتات هنا، واستمتعت برؤيتك وأنت تتفوق عليهم. سمعت عنك كثيرا وسألت عنك لأعرف المزيد، وأنا متأكد أنك خير من يشغل هذا المنصب. سيتيح لك منصبك الجديد التعامل مع كل من يعرف أمور الطب ويستهويه علم النبات مثلك، كما أن هذا سيضمن لي أن يرتفع مستوى علماء النباتات في مصر بفضل وجودك بينهم. ما ردك؟ وكيف يمكنني رفض فرصة عظيمة مثل هذه يا مولاي؟ إذن ستبدأ منذ هذه اللحظة في ممارسة مهام وظيفتك الجديدة. أمضى ابن البيطار كثيرا من الوقت في مصر يتجول ويدرس ويحلل ويجرب، يدون ملاحظاته ويضع مؤلفاته، واستمر في منصبه الذي منحه إياه الملك العادل، حتى بعدما تولى ابنه الصالح نجم الدين الحكم بعده. ولكن لم يكن كل هذا ليرضي طموح عالمنا الكبير. مولاي الملك الصالح نجم الدين، هذا رجاء خاص وأمنية أرجو أن تسمح لي بتحقيقها. ولماذا تريد أن تغادر مصر يا ابن البيطار؟ هل مللت من الإقامة معنا؟ على العكس يا مولاي، لقد أتاحت لي إقامتي بمصر التعرف على المزيد من علوم النباتات، ولم تبخل علي أنت ولا والدك من قبل بأي مساعدة. فلما تريد السفر إلى الشام إذن؟ تخصصي شديد الدقة يا مولاي، قد أعرف الكثير من المعلومات عن طريق القراءة والاطلاع، ولكن كي أتأكد من صحة ما لدي من معلومات لابد أن أعاين النباتات في الطبيعة وأجري عليها تجارب مختلفة، وللأسف لا يوجد مكان واحد بالأرض تجتمع فيه كل النباتات، فيجب أن يسافر العالم إلى كل مكان يستطيع الوصول إليه ليعرف المزيد والمزيد. يمكنني أن آمر بإحضار ما تشاء من نباتات إلى هنا. لن تكون التجارب عندها دقيقة دقة تعرفي عليها في موطنها الأصلي، إنها أمانة العلم يا مولاي حتى أصل إلى نتائج موثوق منها.
كما ترى يا ابن البيطار، سعدنا بفترة إقامتك معنا وأثريتنا وأفدتنا، شكرا جزيلا لك. وشكرا لك يا مولاي على رعايتك واهتمامك بالعلم والعلماء. وانطلق ابن البيطار ليكمل الجزء الثاني من رحلته، وتوجه إلى الشام ليكمل دراساته وأبحاثه حول النباتات وحول تأثير المستحضرات المستخرجة منها. أمضى ابن البيطار فترة في دمشق يدرس. نستعمل زيت القرفة مع الخل كدهان لعلاج القروح والبثور. ويدرس. والريحان من النباتات التي نستخدمها في تركيب العطور، وقد نضيفه إلى الطعام أو نستعمله لعلاج لدغات الحشرات، ولكن ينبغي ألا تستعمله النساء الحوامل أو الأطفال الصغار دون عامين. ثم قرر أن يترك دمشق ويكمل رحلته. وإلى أين ستنطلق الآن يا سيدي؟ إلى بلاد الأناضول، فهناك طبيعة غنية وتنوع نباتي عظيم، ينبغي أن أعاينه وأجري عليه أبحاثي. يا لك من رجل محب للعلم، لم أرى في حياتي من يتحمل مثل هذه المشاق في سبيل العلم. ذكرتني بحوار جرى بيني وبين أحد أصدقائي في طفولتي، أخبرته فيه أنني أجد متعتي في مراقبة النباتات كما يجد هو متعته في اللعب. أنا أحب العلم وأطمح في الاستزادة منه قدر استطاعتي. بالتوفيق يا سيدي. لولاهم في العالمين ما كانت. وبدأت رحلة أخرى لابن البيطار نحو آفاق جديدة من العلم. غربوا لهم هادين.